الأمبير غالي عن مواطن. المواطن اليوم ما يحط له 18000 إلا بشلعان الأنفس. إذا الأمبير إذا عنده 4 أمبيرات لازم 72000. هذا منين يجيب؟ هذا يدفع ماء، يدفع كهرب، يعني المواطن منين؟ منين؟ غاز منين؟ يعني قللوه حصة الغاز، عملوها 50 لترة. ونحن أمور في ظروف صعبة يعني برد. قبل سنوات تذكر قبل ايه كانت الأمبير ب 2000 دينار 2000 و1000 ونص. أول ما عملوها ب 1000 ونص، وبعدين صارت 2000، وبعدين صارت 3، بعدين جرت الأربعة والخمسة. يا أخي هسه المواطن المواطن تعب. الأمبير ب 17 شو التسعة؟ والله كثيرة يعني. هسه هذا حال حاضر حاليا على المواطن، انت تشع العالم كله قاعدي والسوق متنق. يعني هسه الفقير من يجيب؟ هذا العامل يوميته 10000 دينار 15000 من يجيب؟ حتى اذا ما فقير يعني كرقم 17. يعني انا هسه دفعت له طلع دخان من خشمي 17000 كثيرة. يعني عندي 4 امبيرات دفعته تقريبا 68000. يعني حتى لو قاعد بيت منك انا قاعد ايجار، يلحقها مولده، يلحقها وطني، يلحقها ماي. والله الاسباب على اساسهم يعني الدوله عزلت الساحات اللي اهل المولدات يشتغلون من الغاز التجاري، اثر عليهم قاموا يشغلونا يعني من 6 الصبح للوحده بالليل. يعني بعد هي بعد ما طلعت بس عادوا على 18 امبير. ما تشحوا رقم كبير 18 شلون بلا والله. والفقير شلون؟ عشون والله. هسه احنا 4 امبيرات وكشع، اكو ناس هسه نفس الماركت ما ماركت 40 امبير وهاك الشيء. يعني عشون يطلعوه ما عرف 18 امبير. الله يعين الفقير. الامبير 18000. هذا السعر ما تشعر كثير؟ اي طبعا كثير، لان الوطني قليل ودعم للغاز ماكو. اعتياد يصير مبلغ كثير. الكل يسيطر على الوالدة؟ ايه طبعا. وطني ماكو؟ وطني قليل. الدولة شلون يعني يطيق الساحل خلينا نقول تدعم الغاز، تدعم الوالدة؟ يعني انطوهم حصة كافية من الغاز حسب ما يدعون، انهم الغاز معي يكفيهم، غازويل معي يكفيهم، فاذا انطوهم حاجتهم احتمال راح يصير المبلغ اقل.